بين الأنقاض وبقايا الجثث والمخلفات الحربية، يقطن سكان الموصل القديمة في مشهد يعكس واقعا مريرا لا يزال الأهالي يعيشونه بعد أكثر من 6 أعوام، ولا خلاص منه إلا بتحرك جاد ينهي هذه المعاناة. هاي صار لنا 5 سنين متحررنا، وسط ريحة الجثث والعظام، خلي شوية يعملون شارة يشيلوا لها الجثث، والله ريحة طلع وجاء الحار، ما نعرف تكرم من المزيب اللي مغاية الجثث. ورغم حملات الدفاع المدني المتكررة لرفع الجثث منذ تحرير الموصل، فإنها ما تزال منتشرة بين أزقة المدينة القديمة وتحت أنقاض المنازل المهدمة، كان آخرها انتشال 11 جثة جديدة من منطقة الميدان. ظهور تلك الجثث تعتمد على لعدم وجود صراحة بعض المنظمات تقوم برفع المخلفات الحربية من بعض المنازل المهدمة. متى ما انتهى ملف المنازل المهدمة في مدينة الموصل القديمة ومدينة الموصل بالكامل سوف ينتهي موضوع الجثث بالكامل. أكثر من 5000 جثة لمدنيين وبعضها لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي انتشلتها فرق الدفاع المدني من الموصل منذ صيف 2017 حتى الآن. تم التعرف على 2700 جثة فقط، أما الجثث البالغ عددها 2200 جثة فما تزال مجهولة الهوية بحسب تصنيفها من دائرة الطب العدلي. قاسم الزيدي، UTV، الموصل.